أكثر من 200 طن من النفايات توجه يوميا لمركز الردم التقني ببرج بوعريريج، لكن أهم ما يتخلل العملية هو الفرز الدقيق لهذه النفايات، فهناك مواد يتم استرجاعها وتوجه لمؤسسات اقتصادية تنشط بالمنطقة. المركز هذا هنا اللي رانا متواجدين فيه كما كنا نتحدث يستقبل 250 طن من النفايات اين يتم المعالجه تاعها وردمها. هنايا كاينه ماده الكرتون تجي نفرزها وحدها وتوجه للمتعاملين الاقتصاديين، كذلك ماده البلاستيك وين تفرز وتوجه للمتعاملين، اسند قطاع الى مؤسسه ناشئه في اطار لونساج اللي وين تتكفل لنا بقطاع كامل، هذا في اطار يعني مساعي الدولة الجزائرية لمرافقة المؤسسات المصغرة هذه. المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات، وفي إطار تجسيد برنامج الدولة القاضي بتوظيف المؤسسات الناشئة، قامت بالتعاقد مع مؤسسة مصغرة وكلفتها بمهام نقل النفايات المنزلية وتوجيهها لمراكز الردم. المؤسسة تسيير مراكز الردم التقني لولاية برج بوعريريج استفدنا من عندهم، طرحنا لهم انشغالات كبيرة باش يعطيونا يعني امتيت سيكتور هكذا نخدموه، واستفدنا معهم من سيكتور صغير وانا نخدمو فيه والحمد لله. مشروع نموذجي تم اعتماده ببرج بوعريريج لنقل وفرز وكذا رسكلة النفايات، مشروع يفسح المجال لتوظيف الشباب من جهة ويساهم في المحافظة على البيئة من جهة أخرى.